السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. للموز فوائد كثيرة للإنسان، ولا تنحصر هذه الفوائد على الموز نفسه، بل يشمل قشوره التي يتم التخلص منها وإلقائها في القمامة، متجاهلين الأهمية الكبيرة لها خصوصا للوجه. بالنسبة لفوائد قشور الموز للوجه، هناك العديد من الفوائد التي يتم الحصول عليها من قشور الموز عند استعمالها للوجه. من بين هذه الفوائد، حيث أن قشور الموز تعمل على تخليص الوجه من أنواع مختلفة من البتور، أيضا يخفي الآثار القديمة الناتجة عن الحبوب التي تظهر على الوجه، يعالج أيضا حب الشباب وذلك لاحتوائه على عنصر الزنك. يمكن استعمال قشور الموز كواقي للوجه من أشعة الشمس، وذلك لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامين ه اللذان يوفران له الحماية. ويتم إدخال قشور الموز في إعداد الكثير من مستحضرات التجميل التي تقوم بدورها في علاج الإكزيما والصدفية، يؤدي أيضا إلى القيام بعملية شد الوجه، وبالتالي التخلص من أي خطوط أو تجاعيد ظاهرة على الوجه. يمنح أيضا الوجه الترطيب والحيوية اللازمة له، وذلك لاحتوائه على عنصر البوتاسيوم الضروري له. لقشور الموز أهمية كبيرة في التخلص من البقع الداكنة وتفتيحها، بالإضافة إلى حماية الوجه من التعرض لتغيير في لونه. بالنسبة لطريقة استعمال قشور الموز في كل هذه العلاجات التي ذكرتها، الطريقة الصحيحة لاستعمال قشور الموز على الوجه وهي تتمثل فيما يلي: يتم وضع قطعة صغيرة من قشور الموز في المكان المقصود ويفرك به بضعة دقائق حتى يصبح لون القشرة بنيا من الداخل. بعد الفرك الجيد، كما تلاحظين، يصبح لون القشرة بنيا من الداخل، ثم نترك المكان لمدة 30 دقيقة، بعدها يغسل بالماء الدافئ. ينصح القيام بهذه العملية 3 مرات في اليوم الواحد من أجل الحصول على النتائج المطلوبة لعلاج أي مشكلة يتعرض لها الوجه وتمتعه بالنضارة والحيوية والنشاط، مع العلم أنه يجب أن يتم استعمال قشور الموز الطازج. كنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو. ما تنساوش الى عجبكم فيديو ديروا له جيم، تبارطاجيو لا فيديو، تشتركوا في القناة باش يوصلكم ديما جديد القناة. زوروا الموقع شافمريم.com، ايضا موقع شيواتي. الى اللقاء، الى فيديو قادم، حلقة قادمة بإذن الله.